السلام عليكم اخواتي. وصفة اليوم هي مقروض في المقلاة، كيجي رائع. فإذا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة باش توصلكم جديد الوصفات. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. كنحتاجو عندي 500 غرام من السميدة متوسطة، عندي ماء الزهر، عندي 75 مليلتر من الزيت، و 75 مليلتر من الزبدة قمت بإذابتها، أي كأس يكون مخلط ما بين الزبدة والزيت، 160 مليلتر أو 150 مليلتر. عندي الملح والماء لجمع العجين. نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي ندير القليل من الملح، واحد ربع ملعقة صغيرة، وكنخلط جيدا. انا هنا غادي نستعمل ملعقه صغيره من السكر الخشن، ثم نخلط، ثم اضيف الزبده مع الزيت، يعني ندخل الزبده مع السميده. كديروا غير برؤوس الاصابع ديالكم. انا هنا غادي نستعمل قليل من ماء الزهر، ملعقة كبيرة أو ملعقتان كبيرتان. غادي نخلي السميد نتاعي يشرب لمدة 10 دقائق ديك الزبدة باش ما كيتعجن لياش. كنمروا للحشوة. فبالنسبة للحشوة فعندي هنايا 500 غرام من عجينة التمر، ملعقة كبيرة من الزبدة، ملعقة كبيرة من السمسم أو الزنجلان، عندي القرفة وماء الزهر. نبداو على بركة الله. السمسم، قليل من القرفة، واحد ربع ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة ماء الزهر. إلا بقى كيلتصق ليكم كتاخدو الزيت ما بين يديكم. كناخد واحد الكرة كنشكلها باش ما يلتصقش ليكم عجينة التمر في يديكم، تستعملوا غير الزيت. فانا هنايا بعد ما شكلتهم بهذا الشكل هذا، فكناخد السميدة نتاعي كنخلط في اناء اخر. غادي نخلط شي بشي، ما غاديش نخلط السميد كامل هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ الماء، ما تدلكوش غير الرؤوس الاصابع ديالكم حتى كيتكون عندكم واحد العجين متماسك بهذه الطريقه هذه. ما تكتروش الماء، ملحتو بهذا الشكل هذا. هذا هو القوام ديالها. كنشكلها بهذا الشكل هذا. كنحاول انني ندير واحد الحفرة بهذه الطريقة هذه. كتحاولوا انكم تسدوا. كتحاولوا انكم تضغطوا غير شوية. انا هنايا من بعد ما لويت المامول ديالي بهذه الطريقة هذه، كتاخذوا الموس، اولا كتحيدوا الجوانب،
بهذه الطريقه هذه. فهنايا بعد ما كملت الكميه كامله بنفس الطريقه، هنا غادي نبدا نقلي. هنايا خديت مقلاه فيها زيت ودرتها تسخن فوق النار، وهنا عندي العسل اللي دفيته وضعت عليه ملعقه كبيره من ماء الزهر. هنا بعد ما سخنت لي المقله غادي نبدا نوضع في المعمول ديالي. هنايا بعد ما تحمر لي المقروط نتاعي نحيدو. فانا هنايا غادي نستمر بنفس الطريقه. على ما نبغي نحيد المقله الاخرى باش تقلى ليا، كنحيد المقروط ديالي من العسل، كنقطرو مزيان، كنوضعو شي شبكه او كسكاس. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع المقروط، كيجي رائع. فإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نتلقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.